نعود للحديث هنا، يمكن قبل أن نتلقى اتصالات المشاهدين ونخرج للفاصل، كان حديث حضرتك حول الصبر وعدم الدعاء على الأبناء أو على أنفسنا. هنا بعض الناس ممكن مش تدعي على الأبناء أو على أنفسنا. فكرة الصبر لو في أذى من الخارج، لو في أذى من شخص من الخارج، فهو بيفرغ عن يعني عن نفسه أو عن غضبه بفكرة إن هو يدعو الله إن ربنا ينصره، إن ربنا ياخد حق يجيب له حقه او ياخد حقه من هذا الشخص، او يعني يرد هذا الاذى. الفكره هنا، هل الدعاء هنا يكون منفذ ولا لازم الصبر برضه في كل هذه الاونه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أقرب الخلق إلى الله وأعبدهم له سبحانه وتعالى أبى أن يدعو على المشركين. ماذا فعل المشركون؟ قتلوا من المسلمين مقتلة كبيرة في أحد، وفعلوا الأفاعيل وقتلوا سيدنا حمزة سيد الشهداء عم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومثلوا بجثته ولاكوا كبده، وأبى أن يدعو عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا النبل في أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك أذى إلا بإذن الله. لا أحد يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، إنما النافع والضار هو الله وحده. فإذا حصل لك أذى فذلك بتقدير الله عليك وامتحانه لك، وهو موقف، إما أن تصبر وإما أن تحتسب عند الله تعالى، وأن تعامل الله تعالى وأن تلجأ إليه وأن تسأله أن يدفع عنك الضر، أو أن ينقلب الأمر إلى الخصومات الدنيوية والنزاع والأحقاد بين الناس. هذا يعني الدعاء صلة بين الإنسان وبين ربه. أن ينتقم الله تعالى من فلان أو علان، أو أن يعني يحصل له أضعاف ما حصل لك كما نسمع من دعاء بعض الناس، هذا ليس من شأنك. إنما شأنك أن يغفر الله لك وأن يصد عنك الأذى. كل ما تريده أمام هذا الأذى أن يبعد الله عنك هذا الأذى. فادعو الله تعالى أن يعافيك وأن يصرف عنك أذى خلقه. أما أن لأن فلانا فعل كذا وفعل كذا فتدعو عليه وتدعو أن، يعني ربما يكون هذا يعني من الدعاء الذي يخرج من المقهور. ولكن إذا دعا دعاء راقيا في مضمونه بأن يصرف الله عنه الأذى، وأن يعني يكون هذا الأذى في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يهدي الناس ويصلح حالهم، كل هذا من الأمور التي يرتفع بها الإنسان عند الله ويرتفع بها مقامه. وإلا فيعني قضية إن أنا أدعو عليه وإن أنا يعني أنتقم أدعو له عليه بالانتقام، يعني صراحة هذه الأمور وإن كانت جائزة فهي تقلب الأمر إلى حقوق. يعني يصبح الإنسان كما أنك لك حق فعليك حق، وكما آذيت فتأخذ حقك، فقد يعني صدر منك الأذى في يوم من الأيام فيؤخذ منك الحق، وهكذا.